السلام عليكم، حلقة جديدة من كابتن في ماينكرافت ومعاي ريان. اها، الحلقة رقم كم هذه؟ 10 ولا 9؟ 10 اتوقع، 10 10. اوكي طيب، شوفوا التغييرات اللي صارت، صح انها ترقيع لكن هذا اللي قدرنا عليه يعني. ضبطنا السبونر بشكل يعني عشوائي، بس حطينا تشستات عشان نحط فيها الاغراض. اهم شيء الاكس بي اللي يجي من هنا، طبعا في جلتشين يطلعون بس عادي سلكوا. اهم شيء الكوينز اللي يطلع منهم. استقعدت للسبونر كوينز. انا قلت كوينز؟ ايه اوكي. والله شغله. اوكي طيب، الاكس بي اهم شيء فعال بشكل خرافي. استقعدت لها يوم وجمعت تقريبا 60 ومليت وطلعت، ف عون بستخدمها ان شاء الله، بطور اغراض، بطور سيوف، بطور اشياء كويسه. طيب هذا الشيء له شيء ثاني هنا. وقف فارس، يلا شوفوا الاشياء اللي تطلع منه. هذا ريسورس باك واحد سوى لي، شكرا. ترى انتبه يخلص عليك السيف يا رجال، عنده واجد باقي الزبده. طيب في تحدي حاليا راح نسويه ان شاء الله، اللي هو التحدي حق ايش يا فارس؟ حق اذبح سكلتن من 50 بلوك. وين راح؟ وين راح؟ بس في التشيب. يا جتنا فكره ان بما ان هذول هنا متجمعين، ليش ما نبعد 50 بلوك نرمي عليهم باختصار يعني. يب، فا شيء مره حلو. فانا قاعد ابعد الحين 50 بلوك زي ما انتم شايفين، وانكسر عليه البكاكس زي ما انتم شايفين. راح اسوي ما ينفع تصدق. ايه الحدود، حدود. اوه طيب، كيف يعني راح اسوي؟ طيب من جهه ثانيه ولا برضو نفس النظام؟ نفس الشيء، نفس الشيء. بنلاقي الحقوق الحدود قبل ما نعدي 50 بلوك. والله مشكلة. أنا كمل عنك. كمل عنك وتشوف. يا حدود. طيب أنا أقول طيب لازم نرقى فوق، نكون راقين فوق ونطلق عليهم من فوق. طيب إيش رأيك نسوي المونيمنت الحين؟ أوكي خلاص، أنا أقول نروح المونيمنت الحين. أوكي خلنا نطلع. طيب أنا أقول نطلع ونرجع لكم ولا كيف؟ إيش رأيك؟ يا نطلع نرجع. عشان مشوار نرقى فوق فا. أوكي راح نطلع فوق. هنا. نرجع لكم. يلا. أوه. اوكي باك. طيب باك ها رجعنا لكم الحين. راح نشتغل على المونيمنت. مونيمنت طبعا عندنا الاخضر، الكاكتس. حرقنا الكاكتس و في هنا البنك. حطيت كاكتس، حطيت هذه ثانيه، هذه ثانيه. وهنا عند البنك فامسك الكلي. راح اسوي طبعا لقينا الكلي في المجاري. المجاري هو نظام الراي الماب انه موزي مخبي الكلي عند السبونرات. عند كل سبونر تلقى كذا مجموعه كلي. ف وش سويت انا؟ يا تلقى كثير هناك، فنحتاج الحين نطبخ الكلي. بس ترى ما يكفينا الكلي اللي معنا. اوه نطبخه صح؟ لا معي انا عندنا معي زياده. معك زياده. يب. اوكي خلينا نقسمها. قسمت. طيب نحتاج كول، ما عندنا كول. عندي كول، عندي تقريبا 15 كول. طيب على بال ما كذا خليني بسوي لي بيكاكس ايرون. في ايرون؟ طب انا سويت اللايم، لا تسوي اللايم. ها لايم؟ يا برضه فيه؟ ايه فيه لايم. اوكي نايس. تأكد من البيربل اللي قاعد تسويه. البينك، بينك. انا بينك نظر شيء في بينك ولا لا؟ بينك. يب. اوكي البينك. اوكي يعني راح نسوي البينك. حلو. وراح نسوي الدايم. اها. والجرين كذا نخلص المونيمنت ترى كامل. كلها؟ اوكي نايس. يا يبقى الدايموند بس. بس هل تتوقع انه يكفي؟ لان كم عندنا الحين كلي؟ ما ادري بنشوف. اذا ما مدانا على خير خلاص خليها في الحلقه الجايه ان شاء الله. طيب خلينا نشوف ايش كنت بسوي. ايه عندي هنا كتاب فليم، والله ما ادري من وين جبته، يمكن الحلقه الماضيه جست او شيء. فالحين بحطه على دقيقه. احنا نحتاج لكل مونيمنت اها 8 كلي صح؟ ايوه. وعندنا ثلاث مونيمنتات نعبيها. طيب يعني نحتاج 8 24 بس. 24؟ عندنا 24؟ لا عندنا اتوقع اذكر ما اذكر انه 21. جر دور دور يمكن تلقى هناك. اوكي ننزل بعد شوي ندور. اوكي. طيب فيشين جرود هنا اشياء نحتاج. طيب اخذت كلي. يا لونت اللايم. اوك اعطني الباقي. يلا خل نروح نحط الحين. طيب ليش تعطيني الباقي؟ خلاص عشان تحط بلوكين وانا احط بلوك. حطه كله بس يا رجال. ما لك تلقى. يلا حطيته. اوهو يسبقني. لا ما في. يلا انتظرك. هوو يا سلايم بلوك. شو هيدا؟ كم اعطاك؟ 16 بس.
حلو في الموضوع انك تطب وتحط سلام بلوك. الله الله سعادة. يلا اطلع اجيب ذي اللي فوق. ازيد عطني عطني هارد كليم بسوي شيء ثاني. اوه نسيتها. هارد كليم عطني ها. اوكي راح اسوي شيء ثاني اللي هو البنك 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 البنك. طيب كذا يبقى لنا خمس حبات. خمس حبات هذه نسويها الحلقة الجاية. او قصدي المونمنت الاخيرة. خمس حبات هارد كليم. شيء كويس. طيب الحين لازم نحط هذه المونمنت الحين. وين البنك 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 هنا؟ لا هنا جرين. جرين ما حطينا جرين. هنا عندك جنب ال. اصبر لي اصبر لي اصبر لي. اوكي اصبر لك. اوكي ايش توقع؟ نزير. اما اوه نايس حلو 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 مره حلو. طيب احنا نسوي الحين عندنا سادل؟ عندنا سادل؟ يب عندنا. لا لا تقول الا في 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 هذه هذه. لا 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 اكلت جزر. اكلت جزر. الجزر الوحيد اللي اخذتها من الزومبي. اما شيت والله شيت مره شيت. اوكي ترى مو لازم الجزر اهم شيء انك تطيح من فوق. والله طيب كيف بتمشي ال هذا؟ نسحب احنا بويت بعدين نحط السادل. طيب يلا يلا خلنا نسوي خلنا نسوي خلنا نسوي. انت تدفني. طيب يلا يلا ما في اي مشكله. راح يضبط لانه يقول لك هنا ايش ايش لازم تمشي. طيب بيج اوف كليف ما ادري اذا لازم لكن اهم شيء انك تكون بالسادل. طيب طيب اوكي سوي السادل. طيب السؤال اللي يطرح نفسه وانا خلنا نزيل هذا اليوم. طيب نزوج اول الزاوج. يلا في ويت عشان اذا مات واحد اثر التجارب يكون في ويت. في ويت يلا. لا وش ويت جزر ما في جزر. لو في جزر كم ها؟ اوه صح نسيت. والله فهاو فهاو خلاص. اوكي. طيب انا يعني بشتغل حاليا على يب. يعني قاعد نذبح زومبي لما يطلع؟ هذه هنا المشكلة. فعشان كذا خلاص على طول امتطيه. كذا كيف اسحب عشان امتطيه؟ كيف اطلع فوق؟ امتطيه من الحين. طيب واذا امتطيت ها؟ امتطيت. طيب ما تقدر تمشي صح؟ ما اقدر لازم انت تدفني بس كيف نطلع فوق؟ طيب انا اقول شوف اذا معك الجزر يمديك صح؟ يمديك تخليه يمشي وكذا. دقيقة عندي اقتراح ممكن ممكن يضبط ما ماني متاكد. ايش هو؟ عرفت؟ ايش؟ هنا تعال شوف وين؟ سلام بلوك. ايوه وبعدين؟ طيح الخنزير عليها ونشوف هل بيعتبر نكلف ولا لا؟ احنا بنطلع فوق بنحط لادرز. حط لادرز. طيب بعدين ايش كيف ترقي هذا معه؟ من اللادرز؟ لا هو يرقى؟ يا اقدر اطلع انا. اذا دفيته او شيء زي كذا اقدر اطلع. طيب حط لادرز. لادرز. عندنا ولا لا؟ يا عندنا كثير. اوكي كويس. خلنا احاول ادفها قرب لك. مع اني اول مرة لازم اسكر من من ورا، يعني حتى من هنا اسكر. هذه تضبط مع الفيلجرز بس ما ادري اذا يضبط مع ذا. طيب دفني الحين. اي والله شفت؟ اي شفت؟ لازم اسكرها لازم اسكرها. سكر بالجهه الثلاثيه كذا ها؟ كذا. يا يا سكرها كمان. طيب. اوكي. وخلنا نطلع. لازم من هنا بقى. كامله كامله لين فوق. يا اخي لو نجيب بس لو نجيب جزر قهر والله حرام اني اكلته كانت معي قبل شوي. ان شاء الله انه يضبط سلايم. ان شاء الله ان شاء الله. حتى لو ما كان سلايم اهم شيء نذبحه بس ولا؟ يلا يلا دفني. يلا. اهم شيء امسك امسك سلايم بلوك. دف. يلا دفيت. دفر. قاعد دف. اضرب اضرب. اوه. مو قادر. ما يطلع تصدق؟ بس خليني اطلع انا. ما يطلع ليه؟ اوكي ثواني. اذا مره مره ما نفع نجيب جزر لان كان معنا اساسا. اوكي خنزير ارقى ارقى. اوه ظهر راس كبير عشان كذا. لا لا ما له دخل. بس شوف الفيلجر يمدينا لو اجيب لك فيلجر بس نسوي عليه تجربه لكن ايوه. لا طلع ورقه. طيب كذا لازم لازم نجيب جزر معليش يعني. على طاري على طاري ايش الجزر يعني فكرت شيء انا. عندك حركه ثانيه؟ لا 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 ما عندي حركة ثانية لكن الليذر ما قالوا يمديك تشتري اندر بيرل من هذول. خلينا نشوف. لا عندنا امرولد يحتاج اثنين. عندنا عندنا عندي كثير بعد. اخذت انتين.
عطيته. طيب قريت من البانس مع اني ما اتوقع راح يعطيني. اطلع من الفيليجر يلا طالع كان اي اوكي. الحين فتحت ريد جديد. لا ما اتوقع. اقول دام معنا كان معنا الجزر ف اتوقع هالشيء لازم يعني لانه بنروح نطول بنروح نطول لازم اصلا نستقعد لل شو اسمه للزومبي. فهي بنستقعد ولا بنجيبها بالطريقه هذه فكلها راح نجيب الجزر هذا. يعني بنخلص الماب سريع سريع يب ما نطفشك بنفس الوقت. طيب يلا وين السناره اثنين في سناره يب هاني سناره يلا اوكي لازم جديده تكون. اصلا كيف تسوي السناره حقت الجزر؟ عطني سناره وعطني البتاع. طيب ثم بعدين دقيقه قبل كل شيء حط 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 ديرت حط الجزر هنا. انكاثر الجزر اول اوكي قبل ما نسوي نفس الغلطه الخطيره. كنت استعجلت ماي كثير انا اصبر عاد كثير عاد اكثر شيء ما راح يخلص علينا البون ميل لان تحت البتاع اي سكيلتن فارم خلاص. طيب يا حبيبي ذي ما طلعنا اكثر من واحده اخيرا اوكي فهو طيب هذا اخر شيء بس خلاص. طيب تسمعنا سحبات فامسك هذه حبه وهذه السناره ويلا اوكي كيف حط السناره الظاهر لازم تسوي جديده ولا اي لا لازم جديده اوكي كم معي هنا سترينج ستكس. عطني حبه سرينجر مالي نحاول انها تجي اوكي كم. اوكي 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 صدق ابغى كتب انا ها وش ضبط نسيت كيف اسوي ويكيبيديا لا لازم جديدة الظاهر اشوف. اصبر ايه لا سويتها اوكي كويس يلا خلينا نسوي التحدي هذا عشان نضبط الوضع. يلا جاك البق الثاني امشي يلا روح اقول للبق يلا خلينا نطلع فوق اوكي لا لا لا, لا 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 انا اقول قلت لك اللي وراك هي اللي مضيق عليك بس شوف بينزل مالك انا بس الكسر اللي وراك خليك مالك يلا روح 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 او اخر واحده اخر واحده يلا روح روح يلا بس يلا بسم الله فو. لا جبناه كفو كفو كويس طيب فتح اخيرا تقريبا هذا اكثر شيء شايل همه فشيء جميل والله الحين جميل. مش عندنا امسك السناره استانس فيه شوي كذا نظامك عندنا باقي حق السكيلتن والله بطيء باقي حق الجاست باقي حق الانت وباقي حق شيل 8 قلوب من سكيلتن يا حبيبي لا تمشي وقف ها ايش رايك؟ 8 قلوب 8 قلوب هذه مشكلة ما هي سيف الدايموند لكن حاليا قاعد ادور طيب ايش رايك نطور؟ نطور طيب طور ايش بالضبط؟ كتب هذا اللي قاعد احاول اسويه دور الشجر الكين هذه ودور دور الشجر كين؟ يب ايه جمر الشجر كين ايش فينا انا ملح اصبر ثاني كيف تقول بالضبط؟ خلني بس طيب يعني خلصنا الحين من هذا الغريب انه تدمج الفيج ولا؟ ايه يعني شكلي ما طحت على هذه صح ولا؟ غريبة طيب نحط هذه طايح عليها مضبوط اها ما نقدر نطور على اخر شيء اوكي انا ما ابغى اطور على شاربنس 1 اوكي انا ابغى شاربنس 1 اي حلو طيب هنا شاربنس 1 مع شاربنس 1 واو شاربنس 1 كتب فارس كتب ما ودي اطلع اواكل تبن اللي لا عادي يطلع عادي ترجع نفس الشيء ما يتغير طيب وين شجر كين او هنا شجر كين طيب انا ودي اروح ال الايش النذر طيب اصبر هذه بخليها بعد شوي بس خلينا نطور اخذ النذر بس بشوف اخذ نظره سريعه اما عاد ايش لا تقول تكفى لا تقول اللي في بالك تخسي والله
برضو خراب. يا اوكي متعودين نمسح عالم النذر ونرجع من جديد. والله تعودنا مرة تعودنا. طيب خلنا نخلص اللي عندك الحين. شغلة في يدك الحين. قاعد تسوي بالضبط؟ طورت شاربنس 2. صار المفروض شاربنس 3 ولا؟ صار شاربنس 3 يب. اوكي. الحين نحاول نزلنا تحت يلا. توقع يضبط؟ نقول ان شاء الله. انقز واضرب ها؟ نقول ان شاء الله يلا. كم الاتاك دامج عندك الحين؟ اتاك دامج 10.75. ايه يمديني المفروض. ان شاء الله. يلا عندك سكريتن طب عليه. ما ضبط. طب واضرب طب واضرب زي كذا وطب واضرب. طيب طبيت وضربت. طيب ايش رايك نسوي سترينث؟ ما عندنا نذرورت ولا اورات. يا اخي مشكله غريبه اذا يعني اذا الشارم ستري ما ضبط وش الحاله. انا اتوقع ان راح نحتاج اللي هو الشاربس 4. طيب نحاول ترى يمدينا فوق شكله. يلا شكله خلينا نرقى فوق. يلا فوق 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 دامنا جينا شاربس 4 فور يمدي اكيد. شاربس 3 ما شاربس 3 ما يبي كلام. طيب من وين يبغانا؟ اوكي يلا يبغانا تقريبا اربع كتب شاربس 1 ست كتب شاربس 1 اربع كتب شاربس 1 اربع كتب ليه؟ طيب شاربس 1 شاربس اي صح صادق صادق جيمك شاربس 3 معنا تصل شاربس 4. طيب انا الحين معي ثلاث كتب فبطور باور 1 باور. يا اخي ما ابغى باور خلنا نطور هذا. طيب عطني بعض الكتب خلينا نشوف ابغى اطور حتى انا. اوكي عندي هنا كتاب عندي خلاص عندي كتاب ضبط معك؟ افشنسي هنا المشكله. طيب اذا طلع لك افشنسي خلينا نطور بكاكس كذا. يب قاعد اطور اشياء استهباليه. اوكي نبغى لابس نبغى لابس اوه هذا لابس. طيب في اشياء هنا جنكس واجد فبرميها برميها سلايم ما نحتاج الحين هذه والباكيت كتب لحد الحين شجرز. افشنسي بحاول اطور سيوف شاربنس ها؟ شاربنس جاني. اوكي كويس. افشنسي. جيب الورق ابغى ليذر. في ليذر ولا ما طلع شاربنس بس على سيف ام القهر. باور. لا يا اخي ما ابغى باور. كتاب. يب كتاب. باور بروتكشن. طيب اوكي بطور لي قبل. هذه هنا وهذه هنا. كلها شاربنسات شاربنسات بروتكشن. يا اخي ما ابغى بروتكشن بروتكشن. بطور السيف يلا. وين الكبلستون؟ كبلي 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 كبلستون. شاربنس كويس. اول شاربنس عندي شاربنس ها حلو. اجمعهم مع بعض وخلهم ذا. يلا دمج. يلا عندي شاربنس 2 الحين. حلو حلو. نحتاج بعد شاربنس 2 ثاني. انت عندك واحد؟ لا ثاني وثالث يعني. اوه يعني ما عندك واحد. اوكي على بالي طلعت شاربنس. نوب للاسف. اوكي كيف اطلع من هنا؟ وين رحت انت؟ بروتكشن. هنا انت جالس. المويه. اوكي. حركة المويه. ما عندي باكت. امسك. يسر. امسك اعطيك اعطيك اعطيك. طيب خلينا نشوف البوكس هذا كم قال لي بروتكشن؟ ما ابغى بروتكشن يا حنفي. شيل. نسوي لي كتب احتاج. باور ما ابغى باور. انتبه لا تخلص علينا ال ليش؟ شجر كين عندك شجر كين ولا لا؟ لا عندي بيبر بيبر. عطني عطني البيبر. طيب امسكها. ها يا رجل خليتني اشيل السيوف تستاهل. طيب شيل شاربنس كتاب. بروتكشن يا اخي ما ابغى بروتكشن غصب هو. شاربنس كفو والله حظوظك مره ماشيه. شاربنس كويس. شاربنس برضه انا شاربنس. طلعت شاربنس. اعطني خلاص عندي اثنين. عندك اثنين خلاص؟ ما تسم يا دم. خلاص شاربنس 3 عندي. كفو اعطني الكتاب. كتاب شاربنس 3 هاتك اياه شوف فوق الانفل. اوكي هنا شاربنس 3 شاربنس اي في. طيب الدمج 12 هذا اكيد اكيد هذا اكيد مو اكيد كذا على طول. يلا يلا بسرعه 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 نبغى نسوي التحدي هذا عشان عندي شيء انا بعد بدي اوريك اياه يا فارس والمشاهدين بعد. اوكي يلا 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 اسرع شيء في الحياه. يلا يلا قرب قرب ينتهي الوقت. طيب هذا كان اوكي انا عندنا اوكي سكيتن. يلا عاد ايش دعوه؟
طيب ليه؟ ليه ما ضبط برضه؟ يقول لك deal 8 heart of damage انا سنجل هيت. طيب هذا اللي قاعد نسويه والله حرام يا اخي. عطني عطني الهارت عطني الهارت عطني سيف فاهم احمد. هم ضربة واحدة بعد يبغالنا نشوف واحد ترى يعني فل. وهذا مو فل هو متدمج قبل شيء. طيب خلنا ننزل تحت زيادة. قاعد يرسبنون هنا ممكن في سبونر. ودي ادخل سبونر حق ايه ممكن في سبونر. هنسوي لهم زي الدرج او مويه على الاقل عشان ما يموتون او ما يدمجون. ما يدمجون مو قاعد يدمجون. ما يصلح كذا كيف؟ ما يصلح والله ما ادري ليه. هذا اسهل اتشيفمنت. غريبة يا اخي يا يعني انه جلتش في الماب او جلتش في مابنا او جلتش في عالمنا او جلتش في السلسلة حقتنا. طيب ايش رايك نروح نجرب نوقف تصوير نجرب كريتيف عالم ثاني يعني سكن بلاير ونشوف يضبط الاتشيفمنت ولا لا. طيب اوكي طيب شوي راجعين لكم يلا. اوكي باك اللي صار رحنا عالم الكريتيف عالم كريتيف سنجل بلاير فتحنا عالم جديد وقعدنا نسوي الاتشيفمنت وجربنا على السيوف وطلع انه لازم شاربنس 5 يب. فهالمهم طورنا السيف دمجنا السيف مع الكتب وخلينا شاربنس 5 ونجرب الحين يلا يا ريان. ها يقول يا رب عندك اوبس طب عليهم اخيرا 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 لا يذبحون لا يذبحون عاد. طيب اصلا راقي اسوي شيء كمان هنا لان راح نختم طولنا من جد في الحلقه. ان شاء الله الباقيات يعني الحلقه الجايه نوعدكم ان شاء الله راح نسوي اغلب الاشياء بنروح بخلص الجاستير في النذر بسوي كل شيء ان شاء الله هيل بلايزز جلدت انت خلاص طالع. طيب انا بس بسوي شيء سريع كذا يلا 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 اخيرا يا رجل. فشيء مره تعجيزي هالشيء يعني التحدي مره صعب. اوه البيك كان اسهل اللي توقعناه يكون اصعب من جد. هذا يحتاج اكس بي كويس ان كان عندي اكس بي كافي يعني ولا كلت تبن من جد. انا خلص اكس بي عندي خلص اكس بي من عندك. اوكي اي صفر انا لا باقي تسع. انا خلاص صفرت اوه نحتاج نسوي لنا بوكشل. في مدينة نسوي بوكشل. عندي امسك عندك. عطني امسك هذا كله. يلا نسوي الاتشيفمنت الحين. الاتشيفمنت حق ايش؟ بوكشل. والله روح كبير. اوكي حلقه سوينا فيها تشوف ما انت فتات كثير هنا في شيء. طيب تعال انا عندي شيء جامد تعال يلا كم وذ يو شكل عندك البنك. لا مو بالبنك لا ما عندي مونيمنت ما عندي مونيمنت. احنا خلصنا مونيمنت ولا لا لا باقي واحده بس تعال باقي جرين هاي خلصها بايش والله ما ادري يعني كيف نطلع القرين. ما هو قرين كان باقي ولا ايش؟ لايم ما ادري زبده. تعال وين راح؟ المهم ننزل زياده 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 ننزل زياده. ترى ما معي سيف. امسك انا معي سيوف الدنيا كلها شاربنس من كثر التطوير. هنا شوف 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 اوكي أهلاً أهلاً سدل أهلاً. اوكي ما في شيء نحتاجه واجد لكن عندي حطيت الاشياء ترى ما احتاجها. ف توقع شيء اهم من كذا لكن عموما هذا اللي صار في التشست. طيب كذا راح ننهي يعني بس هذه الحلقه التاسعه. ننهي هنا الحلقه التاسعه العاشره ما ادري واحده من الثنتين هذه العاشرة. اوكي الحلقه الجايه راح بس نعطيكم تشويق الحلقه الجايه ايش راح نسوي ان شاء الله. راح نروح راح نذر على طول تقريبا راح نبدا نقدم في النذر على طول ونجيب جاستير. هذا بنسوي اتشيفمنت. راح نسوي مونومنت جديده. مونومنت جديده ان شاء الله. ثم ان شاء الله راح نشوف اذا مدانا نروح لاند لانها بتكون حلقه خرافيه. فا اوكي افتح الشيء بس لاحظ ان خلصنا كل شيء ما بقى حق السكيلتن بس حق الجاست والاند بس. يب نبدا من هنا نسوي هذا شو اسمه حق البوشنات. بوشنات لازم نلقى النذرات لازم ثم نروح الاند. والله يبصر حماس بس يبي لنا بعد نسوي وايش ايه هين هذا لازم خنطب بس نذبح التنين وبس. في بيكون لازم نسويه بعد
لا هذه الاتشيفمنتات تجهيزيه ما تجهيزيه، فهي اهم شيء نذبح التنين وتنتهي بهالسلسله يعني. ما ادري يمكن الحلقه الجايه او بعدها. فشكرا على المشاهده، هذه الحلقه التاسعه، كان معكم ريان وفارس. العاشرة يلا، كان معكم ريان فارس. مع السلامه. مع السلامه.